اهلا وسهلا بيكم. شفنا اللوميون بيعمل حاجات لذيذه قوي، هنشوف النهارده ازاي نعمل باللوميون حركه الكاميرا لو واحد بيصور بايده بالتليفون مثلا وهو ماشي في الشارع وبيعمل زوم، وازاي نطلع ده طبيعي قدر الامكان، الصوره تبقى الكواليتي بتاعها كويس وتبقى حقيقيه. ويلا نشوف مع بعض. ادي اللوميون بتاعنا، الراجل الطيب، وهنشوف ازاي نستخدم ده من الاكزامبل. احنا في عندنا الاكزامبل ده، هنستخدمه، ممكن نستخدم اي اكزامبل من دول، هنستخدم الاكزامبل ده مثلا. خلينا نشوف كده، نقفل بس الكاميرا دي عشان نشوف ازاي نطلع الشغل. احنا هنا في عندنا طريق، الطريق ده اللي هيمشي هيمشي ازاي؟ هيمشي هيعدي مثلا من عبور المشاة او كده. طب احنا هنظبط ازاي الحاجات دي؟ خلينا على طول كده مباشرة ناخد فيديو. انا عامل هنا النموذج، بس احنا هنعمل نموذج تاني. ادي نقول له set اي ليفل، وادي الاتجاه كده، ناخد اول لقطه. طيب هو هيعدي الشارع، خلينا اعدي كده يعني الناس دي كده شويه، وناخد تاني لقطه، نظبط برضو الاتجاه كده، نقول له دي تاني لقطه. بعدين الراجل هيعدي كده، ودي تالت لقطة، هيبص ناحية المحل كده برضو، خليها بمقاس الحجم على اللي قاعدين جوه مثلا، وناخد لقطتين بنتضير كده لقطة وكده. خلاص الراجل بدأ يمشي لقطة وكده لقطة. طيب ده كله عمل حاجة و30 دقيقة. طب احنا خدنا ليه اللقطات دي؟ يعني ادي البداية، بعد كده هيروح هنا، وبعدين هيركز على المكان اللي هو عايز يتفرج عليه مثلا، نفترض هنا، او بروز او شكل مكان او سيارة واتيفر. يعني هناخد لقطتين عشان اللوميون احنا ما نقدرش نتحكم بالفتره بين الكادر والكادر، لكن نقدر ان احنا ناخد نكرر اللقطه فيدينا المساحه اللي احنا عايزها. باين بيتضاير يبص على الشارع وباين بيكمل. طيب خلينا نشوف الفيديو ده. خلينا الاول نشيل دول. طب دول ايه؟ دول اللي احنا هنشيلهم، دول اللي بيخلوا الفيديو لما يبدأ بالراحة وبعدين يكمل. مفيش حاجة يعني، احنا واحنا بناخد فيديو لشخص ماشي مش هيبدأ بالراحة وبعدين يكمل، هيبدأ يمشي على طول. فاحنا دول اللي هي السوفت بيجن والسوفت اند، دول هنقول له كده اوكي. هنعمل ايه؟ من اللقطات بتاعة المكان ده كده بنشوف اللقطة الأقرب دي مثلا، ونقول له هنا من edit، نقول له copy effect. خدنا الايفكت ده، ادي الفيديو الجديد بتاعنا، وقلنا له paste effect. اوكي كده. طيب ايه بقى اللي هيدينا الحركة بتاعت الشخص اللي ماشي؟ هنروح على effects كاميرا، وشايفين الايفكت ده handle كاميرا، اللي هو لو احنا بصينا هنا، افتكروا معانا يا جماعه مجموعه الافكتات دي، الكروماتيك ده غالبا هينزل مع المجموعه بتاعتنا، هاندل كاميرا ده اللي هيعمل لنا الحركه وهيعمل لنا الزوم كمان، وعندنا الفيجنت ده
والليتس فلور والبلوم. اوكي يعني ناخدهم كده. خلينا الاول مع الهاند الكاميرا. احنا دلوقتي عايزين نعمل ان ده بيصور الموبايل. طب احنا هنعرف ازاي تصوير الموبايل؟ خلونا نبص كده على الموقع هنا. ادي الموبايل، نقول انه مثلا ايفون 11، الكاميرا بتاعته ادي 16 ميلي تمام، والزوم بتاعها 52. اوكي يبقى احنا هنا لو احنا بصينا على الكاميرا هنا، الفوكال هنا معمول 15، لا هو 26. انا ممكن ادوس دبل كليك باك سبيس باك سبيس وبعدين 26. ده الكاميرا الطبيعيه بتاعت الايفون من غير الزوم ولا حاجه. ماشي. التشيك هنا اللي هو الاهتزاز، نديله الدرجة اللي احنا عايزينها فور اكزامبل 1. اوكي وبعدين هنمشي كده. خلينا نحط ادي 1 كده وادي فوق الكاميرا اهو ماشي كده، شايفين الاهتزاز. طيب هو هنا وقف، هيفضل الاهتزاز موجود؟ لا مش هيفضل. هنرجع سيجما خفيفة كده بس ونروح عاملين هنا كي في الاهتزاز ده وبعدين كده الاهتزاز ده، لا ده مش دي، الاهتزاز ده هينزل خالص هنا مثلا لواحد. اوكي كده نحط برضو اي بوينت كده بس عشان يبقى عندنا علامة الاهتزاز. والمفروض ان هنا هيبدأ يعمل زوم. اوكي يبقى كده مثلا هنحط له كي هنا على ادي 26. نكمل. ايوه كده شوف بس المساحه كلها. اوكي يبقى ناخد له نص المساحه هنا مثلا ونقول له يعمل لنا الزوم بتاعك. احنا قلنا ايه يا عم الزوم بتاع التليفون؟ 2.5. لا مش دي مش دي مش دي، ادي الفوكالينس. اثنين وخمسين. اوكي امشي شوية كده اديني المساحة كده كده. اوكي اديني المساحة كده برضه ادي 52 تاني ونشوف مساحة زيها عشان تديني الفترة اللي هو بيخرج بيها من الزوم. وهنقول له هنا الكاميرا الأصلية بتاعتنا كانت كام؟ 26. ماشي كده احنا عملنا، خلينا نشوف كده ادي الحركة عمل الزوم، الاهتزاز خفيف في ايده ورجع بالزوم. هو ده مقدار زوم التليفون فعلا. طيب خلينا احنا نعمل حاجة هنا، لو مشي ووقف هنا وهو بيعمل زوم صباعه بيدوس على زرار الكاميرا فهيعمل هنا اهتزاز. اوكي فانا هاجي هنا للاهتزاز وازود ده شوية. اوكي وهنا برضو في الاهتزاز، يعني ارجع هنا هنا للاهتزاز اقول له خلاص انت كده ارجع لواحد تاني
عشان انت عايز تشوف اللقطة اللي انت واقف عندها. وهنا انا بحط كي فريم عند بداية الزوم وكي فريم عند نهاية الزوم. اوكي، يعني هنا ادي نهاية الزوم، احط له كي فريم ان هو مفيش اهتزاز، تمام. في النص نحط كي فريم ان هو فيه اهتزاز كبير، بعدين في نهاية الزوم هو هيلف كده، بيحاول يثبت الكاميرا على قد ما يقدر ويرجع كده، وبعدين هنا هيبدأ يتحرك. ادي كي فريم، ابدأ اتحرك يا عم، الاهتزاز بتاعك هيرجع تاني زي الأول. خلينا نجرب كده نتفرج عليه. ادي الاهتزاز بتاعنا، وقف كده بيلف عشان يبص، اه شايف حركة الزوم، بس هي عايزة شوية اهتزاز في أثناء الزوم، ولا إن واحد إيده ثابتة قوي. ورجع يمشي تاني طبيعي كويس. اوكي، طيب كده احنا عملنا الحركه بتاعت الموبايل بنفس المواصفات بتاعته خالص. احنا قلنا هناخد كام مؤثر تاني. ايه المؤثر التاني؟ فيجن ده هناخده هنا من كاميرا الارتستيك، اللي هو هيدينا تأثير الغبار شوية، الغمقان شوية خارج الصورة. احنا ناخد له درجة خفيفة قوي بس عشان تديه كأنه طبيعي. اوكي، في عندنا كمان الكروماتيك ده. الكروماتيك ده بيعمل ايه؟ بيعمل لنا اللي هو الديستورشن الخفيف اللي في حروف اللي في الصورة من بره، مش انسايد الفوكال، لا في الصورة من بره، تمام. ده بيبقى طبيعي، ده بيبقى التأثير الطبيعي في الكاميرات. يعني نديله مثلا مقدار 2 كده. اوكي، هناخد له كمان عندنا فين انيميشن كاميرا موشن بلور. اللي هو الموشن بتاع لو في سياره معديه، لو في حاجه معديه هيديها الموشن بلور بتاعها اللي هي بتطلع في الكاميرا العاديه، لان ده احنا بنعمله كانه مش كاركتر انيميشن، يعني احنا بنحركه، لا بنحاول نطلعه حقيقي شويه. نبص كده عليها. شايف الصورة طلعت ازاي؟ كده كويسة، بس هنا برضه فيها ايه التغميق شوية، يعني بيتهيألي دي عايزة سنة كده، لا مش الهاندل الكامل، هنا عايزة تنزل شوية، أيوة كده كويس، نشوف كده. الصورة بدأت تظبط أكتر ازاي؟ أوكي؟ نحط له بقى إفكت تاني، يعني لينس فلور مثلا، ندي سن برايت مثلا، دي هتظهر أكتر لو في انعكاس الشمس على إزاز كده. وأخيرا يعني فين هندي له بلون، بس ننزل بالبلوم. نايس، نتفرج كده عليه.
يلف بالكاميرا، دخل، حركة الإيد وهي بتدخل بتعمل الزوم، يرجع تاني. طب إحنا هنعمل بس حاجة صغيرة هنا، فين 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 الهاندل عندنا هنا، هعليله بس دي أخليها 3 ونتفرج عليها كده. أيوة كده تالي ظبطت، عشان تدي الحركة إن هي طبيعية. نتفرج كده، ممكن الزوم يبقى على شيء يعني، على موديل، على مكان، على زاوية رؤية. وبالتالي كده احنا وصلنا اللي احنا عايزينه، النهاية اللي احنا عايزينها في المشروع بتاعنا. أرجو إن أنا ما كنتش طولت عليكم وكنت استفدنا حاجة بالحلقة دي. تحياتي ليكم وأشوفكم على خير. مع السلامة.